السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن زيت شعر تري شوب، زيت هندي. طبعا انا كلمتكم قبل كده تقريبا عن كل انواع الزيوت الهندية اللي انا جربتها. معظم الزيوت الهندية اللي انا جربتها حبيتها جدا. الزيت ده كمان انا حبيته قوي بتاع تري شوب ده، بس ده انا حبيته اكتر كمان منهم. هقول لكم السبب دلوقتي. انا خلصت عبوه وجبت العبوه الثانيه وهجيب عبوه الثالثه ان شاء الله عشان هو عاجبني، فقلت همشي عليه شويه يعني عشان لصحه شعري، عشان كنت صابغه شعري اليومين اللي فاتوا وكنت غمقته وبعدين فتحته وبهدلت شعري اليومين اللي فاتوا، فانا حابه جدا الزيت ده دلوقتي. ده شكل العبوه بتاعته. انا جبت اللي هو طويل وقوي ده، في منه انواع ثانيه حسب بقى لون الشريطه، يعني ده الشريطة السوداء وفي تقريبا شريطة تانية حمراء، يعني حسب لون الشريطة هو بقى بيعمل ايه مكتوب عليه يعني. فده جايباه طويل وقوي، في منه حاجات للتساقط تقريبا. هجرب الباقي. العبوة دي 100 ملي، سعرها حاجة و60 جنيه، يعني 66 67 تقريبا من السوبر ماركت جايباه. هو موجود في كل الهايبر ماركت والسوبر ماركت العادي حتى وفي الصيدليات، وعلى طول كنت بشوفه، بس انا استخدمته مؤخرا لان انا ما كنتش متصوره ان هو هيعجبني. اولا سعره حلو قوي وكميته كويسه، سعره حلو بالنسبه لاسعار الزيوت الهندي الغاليه، فهو يعتبر بحاجه و60 جنيه، فطبعا هو سعره يعتبر حلو جدا. مكوناته فيه زيت سمسم وزيت جوز هند وزيت ياسمين وفي اوراق نيم وفي فاكهه الامله ومستخلص هرقسوس واوراق صنبار وفي اعشاب هنديه يعني هو كله زيوت طبيعيه، كله زيوت طبيعيه 100%، مفيش فيه اي كيميكالز خالص، مفيش فيه اي مواد تخافي منها كيميائيه للاطفال حتى تخافي عليهم، ولا حتى لو حامل او بترضعي هو ان شاء الله برده امن. بس احتياطي اسالي برده الصيدلي وانت بتشتري عن مدى امانه للحامل او اللي بترضع، لكن هو ان شاء الله هو امن تماما لان هو كله اعشاب طبيعيه، مفيش فيه اي حاجه خالص ضاره او حاجه كيميائيه تخافي منها. الزيت ده لونه اخضر كده فاتح وريحته زي توابل شويه، مش ريحته مش ريحه عطريه قويه، ريحته مديه شويه على توابل. انت ممكن ما تحبيش ريحته، بالذات الناس اللي بيحبوش الزيوت على شعرهم ممكن تضايقي من ريحته، بس نتيجته تستاهل ان انت حتى لو ما بتحبيش الزيوت ان انت تستخدميه. اول شهر على الاقل لو مش عايزه تستخدميه للتصفيف اليومي، اول شهر لازم تستخدميه للتصفيف اليومي او العنايه اليوميه. بتستخدميه كل يوم، تاخدي شويه وبتتعمليه على ايدك وبتعملي فروه راسك، كل فروه راسك لمده دقيقه مساج متواصل لكل فروه راسك، لان المساج ده هو اللي بيخلي الزيت يتغلغل في فروه الراس ويسخن ويسخن فروه راسك، فالدوره الدمويه بتنشط في فروه الراس وتمتص الزيت، وبتلاقي النتيجه بقى ان شعرك بيطول اسرع وبيطول بشكل صحي اكتر، وبيبقى الشعرية نفسها حتى لو شعرية هشة بتلاقي الشعرية بعد فترة بقت قوية وبقت حتى ما بتتقطعش كده بسهولة وبقت هشة، لا بتلاقي الشعرية نفسها قوية. بس طبعا النتيجة دي بتاخديها بعد استخدام شهرين او 3 شهور. الزيوت بالذات بتحتاج منك شوية وقت عشان تاخدي النتيجة منها الحلوة يعني، فهو يستاهل بصراحة ان انت تستني مع الزيت ده عشان تاخدي نتيجته. فهو جميل جدا، كل الزيوت اللي فيه زيوت طبيعية بتفيد فروة الراس ان هي بتخلي شعرك يطول احسن، بس دايما احب افكرك ان انت لو شعرك اطرافه متقصفة يستحسن تقصي اطراف شعرك، لان مهما عملتي وشعرك اطرافه متقصفة والشعرية من تحت مفتوحة كده نحو اتنين كده لازم دي تتقص، لان مهما تعملي هي مش هترجع تاني لطبيعتها غير لما تتشال الاطراف المتقصفة دي. الاطراف المتقصفة لما هتشيليها شعرك هيطول احسن وهيطول اسرع كمان، لان التقصف ده بيخلي شعرك مهما يطول تيجي الشعرية من تحت التقصف ده بيخلي شعرك يقصر تاني، فلازم تقصي اطراف شعرك شوية بس حتة صغيرة حتى عشان شعرك يستفيد من الزيت. الزيت ده هتستخدميه كدهان يومي لمدة شهر على الاقل لو انت ما بتحبيش الزيوت، لكن لو زي كده من النوع اللي شعرك بيحب الزيوت وانت متعودة على الزيوت وبتحبيها استخدميه كل يوم مع التصفيف، يعني خدي شوية لفروة راسك، هو اساسا بتحط على فروة الراس وبتغسلي شعرك بعد 3 ايام او في الميعاد اللي انت هتغسلي فيه شعرك، مش كل مرة تحطي الزيت طبعا تغسلي شعرك، لا ده هتحطيه وتغسلي شعرك بعد يومين بعد 3 4 ايام حسب ما انت هتغسلي شعرك امتى. وممكن تستخدميه كحمام زيت بس بالاضافه لان انت بتستخدميه يوميا برده عشان شعرك يستفيد منه. حمام زيت بتحطيه ممكن تدفيه، الزيت ده ممكن يتدفى لان هو كله زيوت طبيعيه، ما مش تسخنيه، هتدفيه بس لمده يعني 30 ثانيه. حمام ميه على النار لو عايزه تدفيه، لو في مايكروويف حطيه في المايكروويف 30 ثانيه.
وتاخديه تضيفي عليه اي زيوت تانية لو انت عايزه، ولو مش عايزه تستخدميه هو لوحده وبتحطيه على فروه راسك وهتسيبيه طول الليل وتغسليه الصبح. يعني مش هتحطيه حمام زيت وتغسليه بعد نص ساعه، لا هتحطيه طول الليل وتغسليه الصبح عشان تاخدي منه الفايده الكامله. لكن بعد كده هتغسلي شعرك عادي وخلاص، وهتسرحي شعرك بالطريقه المعتاده. وانا على طول بستخدمه للتصفيف اليومي، حبيته جدا. وممكن كمان تزودي معاه ان انت تعملي حمامات زيت لشعرك منه. النتيجه بتكون ان شعرك هيبقى قوي مترطب جامد جدا، وده اكتر زيت هندي انا جربته لترطيب الشعر. انا بستخدمه كل يوم لدهان شعري، بحبه جدا في تصفيف الشعر، بيخلي الشعر يترطب جدا، وهو اقوى من الزيوت الهندية التانية في الموضوع ده، فان هو بيخلي الشعرية مترطبة جدا وناعمة جدا، بيقلل الهيشان جدا. عشان كده هو بيبقى حلو قوي مع البنات، لو عندك بنات شعرها طويلة وبتهيش بقى وشعرهم بيضايقك في الهيشان، هو بيقلل الهيشان جدا، بيقلل خشونة الشعر والتجاعد اللي بيبقى في الشعر، بينعم الشعرية. وكمان طبعا هو بيقلل هيشان وبينعم الشعرايه، وفي نفس الوقت هو بيغذي فروه الراس، فالشعر بيطلع صحي اكتر. وكمان هو بيمتاز عن الزيوت الهنديه اللي انا جربتها قبل كده في سعره، سعره رائع طبعا، حاجه و60 جنيه وهو 100 ملي، فطبعا ده يعتبر سعر رائع، واللي هتلاقي الكبير برده مش هيزيد عن 100 جنيه، فعشان كده بقول لك هو سعره رائع ونتيجته حلوه جدا. هو لونه اخضر فاتح كده، وريحته زي ما قلت لكم توابل شويه، فهو يعني ريحته مش نفاذه جدا هتضايقك، لكن نتيجته رائعه على الشعر. هو بيطول الشعر طبعا، مش هيطول شعرك زي البنت المرسومه كده طبعا، دي مبالغه للدعايه، لكن هو هيطول شعرك بشكل معتدل. يعني لو انت شعرك بيطول 2 سم مثلا في خلال شهرين 2-3 سم، هو هيخلي شعرك يطول 4 سم مثلا، يعني مش هيطول بالشكل الرهيب جدا، هيطول بشكل معتدل بنسبه اكتر شويه من الطبيعي بتاعك. لو عندك مشكله تساقط في شعرك، اول حاجه تستبعدي انه يكون في مشاكل عضويه من انيميا او اي نقص فيتامينات او اي مشاكل، وبعد كده نتجه بقى للحاجات الزيوت الهنديه دي. الزيوت دي فعلا بتخلي الشعر يبطل تساقط ويبقى حلو قوي كشعريه، حتى صحيه ما بتتقطعش كده وهشه، بالذات لو شعرك بيتسبخ كتير والشعريه بتبقى هشه مع زيت تري شوب او الزيوت الهنديه اللي انا جربتها. عموما طبعا كلمتكم على كل الزيوت اللي انا جربتها، بس الزيت ده حلو في الترطيب الزياده، الشعريه بتتعالج وما بتبقاش هشه زي الاول، فبيبقى حلو قوي. الزيت ده بيغمق الشعر نص درجه لو انت شعرك فاتح، ولو شعرك عادي بيديله لمعه حلوه قوي وترطيب جميل جدا. وده شكل العبوه، وفي منه انواع تانية هجربها برده هقول لكم رايي فيها. انصحكم تجربوه، اسمه تري شوب، حلو قوي للشعر، بيقويه وبيقلل الهيشان، بيقلل التقصف، بيقلل التساقط، بيطوله لان هو بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، وحلو جدا، انصحكم تجربوه لو ما جربتهوش. اسمه تري شوب، وده شكل العبوه، هو بيبقى جاي في كرتونه كده، وفي منه انواع تانية زي ما قلت لكم للتساقط، حسب بقى لون الشريطه اللي هنا التساقط، حاجات كتير ما جربتهاش لسه، ده بس اللي جربته طويل وصحي. ان شاء الله اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على الانستجرام. ومرسي ليكم، باي باي.